السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا. وأول حاجة أقول لكم مبروك، خلصت من التيرمز كلها في السنة الأولى، خلاص هانت خلص من أول سنة، إن شاء الله تيسر الأمور بعدين، الله يسر لكم إن شاء الله الفاينلز ويسر الأمور كلها. طيب، بحكم إنه خلاص انتهت من التيرمز والفاينلز على الأبواب، ومعها كمان راح يفتح مجال ترتيب التخصيص الموجود عندنا. ففي عندنا مختلف كليات، بالذات عندنا في جده ما عندنا الا ترتيب، انك يعني تحط بالنسبه للاولاد، احنا الان بس نتكلم عن الاولاد، عندنا يا تحط كليه الطب تحط كليه العلوم التطبيقيه، فانت تغير من ترتيبه. فالناس الان يعني عندهم فكر بين ثلاث، يا يعني انه انا اقدم مباشره على كليه العلوم التطبيقيه، يعني اقدم على كليه الطب، يا يعني انا والله مثلا انسحب. فمن خلال هذه الورشه فكرنا انه احنا نعمل حاجه كذا مختلفه شويه، توضح لكم تخصصات العلوم التطبيقية وقد إيش هي فعلا تخصصات رهيبة ولها تنوع كبير ولها مجال وظيفي رائع جدا جدا جدا. كويس الواحد يوسع مداركه وياخذ فكرة ممتازة وصحيحة عن هذه التخصصات، لأنه في ناس عندها أفكار مغلوطة وسيئة عنها. فرصة إن إحنا نوجه لكم هذا الشيء، فأنا أتمنى من الجميع إنه أول شيء يعني كذا هدوا نفوسكم استمتعوا، لأنه إن شاء الله حتكون ورشة جدا جميلة، ومتأكد إنه إحنا جبنا من أفضل خيرة الطلبة اللي يمثلوا كل تخصصاتهم عشان نوضح لكم. هي خذوها بعقل متفتح، فكروا فيها بشكل كويس، وبعدين اتخذوا قراركم سواء كان تدخلوا هنا او هنا، او انكم تروحوا مكان ثاني، وكل شيء لكم ان شاء الله يكون في خير وتيسير باذن الله. تاني المقدمه، نبدا باذن الله مع تخصص الريسبيراتوري ثيرابي، العلاج التنفسي، مع اخونا محمد القحطاني. تفضل محمد. طيب، يعطيك العافيه عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم جميعا؟ إن شاء الله تكونوا بخير. معكم أخوكم محمد القحطاني، طالب علاج تنفسي، وحاليا أنا في آخر سنتي الثالثة، وليدر باتش 6 للعلاج التنفسي. طيب، العلاج التنفسي هو تخصص طبي مسؤول عن علاج وفحص أهم جهاز بالجسد، وهو المكلف بحياتي وحياتك، اللي هو الجهاز التنفسي وما يندرج تحته من أعضاء. مدري إذا بقدر ألف. أيوه، أنا كأخصائي علاج تنفسي راح أكون المسؤول عن أهم الأعضاء في هذا الجهاز وتأثيره على حياة المريض، وراح أكون كمان مؤهل لتأهيل المرضى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي الحادة أو المزمنة، وفي لسة أمراض يعني تحت ما أتوقع أنها الوقت مناسب لذكرها. طيب، هل العلاج التنفسي مهم وليش؟ الجهاز التنفسي زي ما قلنا هو مسؤول عن حياة الشخص تماما، فلما يتعرض الشخص لمرض فيه راح يصعب عليه حياته، فحنا هنا موجودين بعد الله سبحانه وتعالى عشان نساعده ونخفف عليه مرضه اللي هو يمر فيه، ونحاول نحسن له حياته بعدة طرق علاجية وأجهزة طبية في حال كان عنده سواء مرض مزمن زي ما قلت أو حدث طارئ أو مرض حاد. ولأنه أحيانا المرض زي ما تعرفون ما يكتفي بالتأثير على الجهاز التنفسي، لأن الجسم مترابط، ما درستوها أنتم في البيولوجي، الجسم مترابط بشكل كبير مع بعضه، فغالبا راح يأثر وينتقل تأثيرها إلى الأعضاء الأخرى. وهنا تكمن أهمية دورنا، أهميتنا ودورنا كأخصائيين للعلاج التنفسي. طيب، بالنسبة لعدد السنين الدراسية، هنا عندنا في الحرس خلونا نتكلم عنها، حتكون 4 سنين دراسية وسنة امتياز، يعني بالمجمل 5 سنوات. أول سنتين حتكون في كوشب، كلية علوم المهن الصحية، أنتوا خلاص على وشك إن شاء الله تخلصون أول سنة على خير بإذن الله، والسنة الثانية كمان يعني حتكون في كوشب. الترم الثاني من السنة الثانية، طبعا أنا ما أدري كيف حتكون السنة الجاية، يعني السنة الجاية حتكون 3 أترام، فممكن تكون الترم الثالث، لكن على أيامنا كانت الترم الثاني. ندرس فيها مادة تعتبر إنترو أو إنترودكشن للتخصص، تعطيك أقدر أقول فكرة عامة عن التخصص بشكل سطحي، قشورة فقط، ما تتعمقون تماما، محاضرات خفيفة، محاضرة واحدة في الأسبوع وبس. يعني السنتين الثانية، سنة ثالث وسنة رابع، حتكون في كلية العلوم الطبية التطبيقية في كامز،
وهناك حتبدون تتعمقون في التخصص، وغالبا بعد نهاية أول سنة راح تكون شبه كواليفايد، يعني أنك أنت تنزل المستشفى، يبقى لك بس على قولتهم رتوش ولمسات أخيرة فقط في السنة الرابعة، وتدخل الامتياز وأنت بإذن الله جاهز لعلاج المريض. طيب أنا كخريج بكالوريوس علاج تنفسي، الشخص يتخرج بمسمى أخصائي علاج تنفسي، وعنده عدة مسارات بعد التخرج مفتوحة أمامه ممكن يكمل فيها، زي ما هي موجودة قدامكم هنا، اللي هي الكلينيكال فيلد. أوكي طلع فيه خطأ أملائي، كلينيكال فيلد هو طبعا الوظيفة الطبيعية للأرتي اللي هو يشتغل في المستشفى، والأكاديميك فيلد وهنا تنفتح له فرصة غالبا، يعني تكون مفتوحة قدامه فرصة أنه يدرس الماجستير ويكمل بي اتش دي في تخصص قريب من تخصصنا، وبعدين في الستريم 2 بعد التخرج وبعد سنة الامتياز، بعد ما يكمل سنة الامتياز يقدم مرة ثانية الستريم 2 عندنا في الجامعة. طبعا جامعتنا هي زي ما انتم عارفين هي الجامعة الوحيدة اللي تقدم ستريم 2 في المملكة حاليا يعني، فيكمل وبعدها يدرس 4 سنوات ونص، حتكون أول اللي هو النص هذا اللي في البداية حيكون يدرس فيه المواد اللي حيدرسوها السنة الجاية من إحصاء بايوكيمستري باثوفيزيولوجي وزي كذا، وبعدها يكمل 4 سنوات بري كلينيكال وكلينيكال في الطب إلى أن يوصل سنة الامتياز في الطب. بعدها المسار الرابع والأخير هو الميليتري فيلد أو المجال العسكري، وهو طبعا زي ما انتم عارفين الالتحاق بإحدى الكليات العسكريه بعد التخرج، وعلى حسب كل قطاع حيكون مسماك بعد التخرج. فمثلا ممكن يكون مسماك في قطاعات ملازم اخصائي، وممكن يكون ملازم اول اخصائي، فمن هذه الناحيه على حسب كل قطاع والبوليسيز حقته يعني. طيب إيش اللي دفعني أني أختار هذا التخصص؟ للأمانة أتوقع أنه حتمرون بالحالة اللي أنا مريت فيها، أو كثير منكم حيمر بالحالة اللي أنا مريت فيها، وهي الحيرة، هل يجلس ويكمل في الجامعة في تخصص ما كان يعتبر تخصص أحلامه، أو أنه يطلع برا ويكمل في جامعة ثانية ويكمل ويسحب. أنا من وجهة نظري يوم جي بعد استشارات وزي كذا كنت أشوف إن أمامي فرصة قوية إني أدرس في جامعة قوية لها اعتبارها في سوق العمل حاليا، والخريجين حقينها من أعلى المستويات، والمناهج الدراسية جدا جدا قوية. فسبب الأول اللي خلاني هذا هو السبب الأول. السبب الثاني حبي للمجال بشكل عام، أصلاً أحب البلمونولوجي بشكل عام يعني، وكنت مغرم فيه من قبل من يوم ما دخلت الجامعة، فقلت هذا أقرب تخصص للمجال اللي أنا أحبه. هو مو أقرب تخصص، هو أصلاً التخصص يعني الارتي الكل في الكل من ناحية البلمونولوجي يعني. هو صراحة أهم سبب، والسبب اللي بعده اني ايقنت باهميه اخصائي العلاج التنفسي لانه يشتغل في اماكن كثير في المستشفى، وكمان شغلنا حساس جدا لدرجه انه ما في مجال لاي خطا طبي مهما كان صغير مره. ليش؟ لان اغلب شغلنا يكون في العنايه المركزه، طبعا في اماكن كثيره نشتغل فيها في المستشفى، بس الاغلب والمكان الطبيعي اللي ممكن تشوف فيه RT أو أخصائي علاج تنفسي هو العناية المركزة، سواء اللي في المستشفى أو حتى عندنا في مركز القلب. والمريض يكون في حالة حرجة جدا، هو جالس على جهاز التنفس الصناعي، وغالبا يكون مخدر أو مشلول بأدوية معينة. فهنا تكمن أهمية الأخصائي علاج التنفسي، بحيث أنه ما يعني يحافظ على حياة هذا المريض بقدر المستطاع طبعا، والأقدار يعني في النهاية حتكون بيد الله، لكن احنا نفعل الأسباب. وآخر سبب وهو أن التخصص للأمانة لسه جديد، وفيه مجالات كثيرة للتطوير حرفيا،
وأنا أعني اللي أقوله يعني، لأن زي ما أنتم عارفين في بس ماجستير للتخصص، لكن PhD للتخصص أو دكتوراه للتخصص ما في إلا جامعة واحدة في العالم، في أمريكا ماساتشوستس أو حاجة زي كذا، اسمها صعب يعني بس أتوقع أنه وصل لكم الاسم، هو اللي يعني الـ PhD الوحيد، وهو غالباً كورس أونلاين فما يعترفون فيه. ففي PhD ثانية في تخصصات قريبة من RT يمديك أنت تأخذها، لكن هنا يجي الأمل علينا إحنا الجيل الجديد من RT أن إحنا نقدر بعدين نسوي نقلة نوعية في هذا المجال وننقل إلى ليفل ثاني آخر كبير، بحيث أن إحنا نسوي لنا برنامجنا الخاص للماستر في السعودية إن شاء الله، بالتعاون مع جمعية العلاج التنفسي السعودية تحت رعاية هيئة التخصصات، ونسوي لنا برنامج الـ PhD الأول في العالم اللي حيكون حضوري، أو يعني بدل ما يكون أونلاين أقدر أقول إنه حضوري، يب في السعودية بإذن الله، وهذا يعني تقريبا بإذن الله يبغى لها كم سنة بس بسيطة كذا، ويعني بإذن الله تكتمل. طيب بالنسبة للرواتب، ما أدري إذا يغطي عليكم أوكي تمام. زي ما هو موجود عندكم في الجدول هذا، إن شاء الله أنا واضح عندكم، هو واضح؟ أحد بس يفك المايك يقول لي واضح. أوكي أوكي ممتاز. هذا جدول برواتب الأخصائيين بشكل عام، أي أحد في كلية العلوم الطبية تطبيقية أو متخرج بمسمى أخصائي، هذا هو الجدول غالبا اللي حيكون المعني برواتبه، واللي يبغى هذا الجدول بصورة أوضح بعدين بسوي في الأخير وسائل التواصل يكلمني على أي وسيلة ويبشر بإذن الله. بس زي ما أنتم تشوفون الرواتب غالبا لما تبدأ أنت تبدأ من 8560 بعلاوة 410، وتبدأ تترقى إلى أن تصير يعني أخصائي استشاري براتب 32000 وعلاوة 790 ريال. وطبعا أحب أنوه أن أن الرواتب هذه تختلف من قطاع إلى قطاع، سواء من قطاع حكومي أو خاص، وعلى حسب المسارات اللي إحنا ذكرناها فوق، على حسب المسار اللي أنت اختاره هو أكيد راح يأثر على 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 تخصصك أو على راتبك. لأن نسيت أقول معلومة، أن الأكاديميين اللي يصلح يشتغلون في المستشفى يقدرون يشتغلون شويه في المستشفى وشويه في يعني يلقون محاضرات في الكليه زي كليه الطب، واكيد هذا نظام معروف يعني عندكم، بس يعني حبيت اني انا هو في الختام اعرف انكم في فتره فاينلز ومتوترين من التخصيص، لكن تذكروا ان كل سعي سيجزي الله سعيه، وهيهات ان يذهب سعي المحسنين هباء منثورا. ويعطيكم ألف عافية. إذا في وقت يا عبد الرحمن باقي لي عشان بس نستقبل أي سؤال منهم طيب يكون كويس. طبعاً أحب أنوه بس أنه هذه أرقام التواصل، رقم جوالي، حسابي في تويتر، وهذا إيميلي، ففيل فري يعني تكونتاكتني. الله يعطيك العافية والله أبو حميد، تشرح كافي ووافي الله يسعدك. غالبا ما أعتقد إن حيكون في وقت الآن للأسئلة، ممكن نشوف آخر الوقت، إذا باقي وقت قبل العشاء ممكن نترك بعدين مجال للأسئلة. تمام أنا ما عندي مشكلة. يكمل. تمام أنا ما عندي أي مشكلة، بالعكس عادي. بس هذه هي حساباتي موجودة وأرقام تواصلي، صور الشاشة وفي الفري يعني. بالنسبة لرقم الجوال حاولوا انكم تخلونها بعد الفاينلز يعني، معليش لان شويه الضغط يعني شويه كذا، ف بعد الفاينلز ابد في اي وقت ام اول ايرز يعني تو. يب يعطيكم العافيه. تمام الله يعطيك العافيه ابو احمد، شكرا جزيلا. الله يعافيك. طيب اوقف الشير. خلاص اوقف الشير. خلاص اللي بعده آسر جاهز؟ يا جاهل بيترفع الوقت. يلا ارفع بس سوي شير سكرين.
واضح الشاشة؟ اي تمام خلاص واضح خلاص الله يعطيكم العافيه. المعروف لا يعرف عسر ثامر تخصص تخدير. تفضل عسر الله يسلمك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. في البدايه انا اسد ثامر، طالب تقنيه التخدير في السنه الرابعه، خلصنا الحمد لله. اليوم باذن الله تعالى حنتكلم معكم عن تخصصنا، تخصص تقنيه التخدير، واحده من التخصصات اللي داخله بقوه حاليا في سوق العمل. كل تخصص جاي حتسمعوا نفس الكلمه، حنسوي في تخصصاتنا، طبيعي هذا الشيء، تحملونا. خذوا مننا اللي يعجبكم، اعرفوا عننا اللي يكمل الصوره الخاصه بكل تخصص. احنا في كامس تخصصاتنا كلنا نكمل بعض، طبعا هذا الشيء في البدايه حابب اقوله. الشيء الثاني، تخصصنا زي كل تخصصات كامس عباره عن 5 سنوات، 4 سنوات تكون في الكليه، تكون في الجامعه يعني، وسنه امتياز، سنتين في كوشن، سنتين في كليه العلوم التطبيقيه، وسنه امتياز. طيب في البدايه، من هو اخصائي تقنيه التخدير؟ هو اخصائي معتمد وهيلث كير وركر، يعني يعمل اسيست للادمنستريشن، ان هو يعطي الادويه، يكون تحت الشراف طبعا الاستشاري، عشان لا احد يقول هذه الكلمه او هذه المعلومه غلط. احنا نعطي ادويه لكن تحت الشراف الاستشاري، بنعمل مونيتورنج للبيشنت، بنراقب علامات الحيويه للبيشنتس، ولابد يكون عندنا علم كافي ووافي عن كل الحالات المرضيه اللي ممكن تعدي علينا كاخصائيين تقنيه التخدير داخل العمليات. فلازم زي ما هو مكتوب يكون عندنا extensive knowledge لأول حاجة الأنستيزي تكنيكس، وللإنسترومنت اللي هنستخدمها، والسبلايز اللي بتقدمها المستشفى، والتكنولوجي itself. وطبعا إحنا زي كل اللي موجودين في غرفة العمليات، we help in patient safety. الأخصائي تقنية التخدير he is involved in three different manners. أول حاجة إحنا directly بنعمل assist لمين؟ لأخصائي، عفوا، لاستشاري التخدير. بنعمل preparation للأدوية، ونعمل preparation للأدوات اللي بنستعملها في العملية. زي ما أنا ذكرت إن إحنا يكون عندنا extensive knowledge عن كل التكنيكس وعن كل الانسترومنت، برضو عن البيشنت، عن الحالة المرضية للبيشنت، عشان في عندنا أدوات مختلفة لابد نعرف الأداة هذه هل تصلح للبيشنت ده ولا ما تصلح، فلازم يكون في عندنا knowledge. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني إن إحنا نساعد استشاري التخدير، لأننا إحنا نعمل administration anesthesia drugs okay for all surgical cases. كل العمليات اللي احنا بندخل فيها بنساعد وبنكون موجودين، اولا عشان البيشنت، وثانيا علشان يكون الذراع اليمين لاستشاره التخدير. الحاجه الثالثه ان احنا بنعمل maintain البيشنت، وبنعمل monitor للبيشنت، بنراقب علامات الحيويه للمريض. وبعدين ان احنا نكون عندنا علم كافي بالجهاز اللي حيكون صاحبنا من اول سنه في التخصص ولين ان شاء الله نتقاعد، اللي هو الانستيزي ماشين، ونكون برضو عارفين ايش الاشياء اللي حنعملها قبل واثناء وبعد العمليه، وحنيجي في التفصيل هذا الحين. في البدايه قبل العمليه زي ما انا شرحت لكم ان احنا نكون عارفين البيشن هذا ايش، واحنا عارفين احنا موجودين ليش، وبنساعد مين، وايش وظيفتنا في العمليه. هذه الاشياء كلها حتصب ان شاء الله في مصلحه البيشنت، وحتصب في مصلحتي انا، ان انا سويت شغلي على وجه كامل وجيت ماشي. في البدايه احنا حنجهز كل الادوات اللي حنستخدمها، حنجهز الاشياء اللي هي سواء البيشنت طلبها او حتى لو الدكتور طلبها. احنا حنكون مسؤولين عن الكوميونيكيشن ما بين البيشنت والسيرجيكال ستاف. هل البيشنت فطر؟ هل البيشنت صايم؟ هل البيشنت مثلا عنده ادويه كان لازم ياخذها واخذها، او هل البيشنت عنده ادويه كان المفروض يوقفها ووقفها؟ احنا نكون مسؤولين عن الكوميونيكيشن هذا. هذه الانستيزي ماشين زي ما انتم شايفين هذه شكلها، هذا شكلها القديم، في منها اجدد. احنا نكون مسؤولين عنها كل صباح، هذا طبعا في الجزء البريور تو انستيزيا او قبل العمليه، ان احنا نكون مسؤولين عن التشيك اب حقها، يجهزها، يشغلها كل يوم صباح، نتاكد انها موجوده، نتاكد من الجاز سيلندرز اللي هتكون فل. بعض الاحيان مو شرط تكون فل، تكون فوق الهاف كونتينر، لانه لو لا سمح الله طفى السبلاي وقف طفت المشين، نقدر نستعمل السلندرز اللي ورا. وبرضه واحده من اشهر الاشياء اللي احنا مشهورين عنها في المستشفى، احنا مشهورين بحاجتين، الانترافينس اكسس اللي هي الابره الوريديه، احنا مشهورين باننا احسن ناس نعملها طبعا حاجه عص. وبرضه احنا اشهر ناس نعمل انتوبيشن، وان احنا نعمل هو التنبيب الرغامي اللي يعني انت تحط يمك في حلق البيشنت كده بالعربي. طيب الان دخلنا البيشنت وجهزنا كل حاجه، والبيشنت الان على السرير اوكي.
فالديوريجال انستيزيا زي ما قلت لكم احنا عملنا سكيور اير واي خلاص حطينا التيوب بعدين بنتاكد انه البيشنت محطوط في البوزيشن الصحيح اللي يكون سليم للبيشنت ويكون كونفينينت او مناسب للجراح بحيث انه الجراح يشتغل بدون اي انكونفينينس للجراح نفسه وبرضه ما يكون البوزيشن ده بيسبب يعني اي الم بعد العمليه للبيشنت. ثاني حاجه اللي هي المونيتورنج وهذه اهم حاجه في العمليه وبرضه لان احنا ممكن نحتاج بلاد سامبلز ان احنا نجمعها من البيشنت برضه نكون موجودين ان احنا نعملها. التمبريتشر مونيتورنج والريجوليشن هذه برضه احنا ننتبه لها تحت موضوع المونيتورنج. الشيء الاهم من هذا كله اللي هي مرحله افتر انستيزيا. مرحله الافتر انستيزيا اننا احنا شفتوا البدايه ايش سوينا هنرجع لها مره ثانيه كل الاشياء اللي استخدمناها نرجعها اوكي كل الاشياء نعكسها. احنا عندنا في التخدير في عندنا ثلاث اشياء رئيسيه اننا ننوم البيشنت اوكي ونخليه ما يحس ونخليه ما يفتكر اوكي اللي يخلي البيشنت ينام واللي يخلي البيشنت ما يحس نعكسهم عشان يصحى اوكي بس الاشياء اللي ما يفتكرها احنا نحاول نخليها الادويه اللي تخلي البيشنت ما ينسى نحاول نخليها ليش عشان لما يصحى ما يفتكر هو ايش صار. فهذه واحده من الادويه واحده من الاشياء اللي احنا نعملها في الافتر انستيزيا. بعدها طبعا ما خلصنا كل شيء خلاص البيشنت الان خلص اهم حاجه عندنا احنا ان احنا نغير السيركت عشان البيشنت اللي بعده نجي زي هذه شغلتنا دائما في كل عمليه خلاص سوينا الثلاث اشياء هذه نرجع مره ثانيه نجي البيشنت اللي بعده نرجع مره ثانيه نرجع بريور انستيزيا ان احنا نعمل نجيب البيشنت نجهز ادوات ديورينج انستيزيا نحط البيشنت في البوزيشن الصح وبعدين في الافتر انستيزيا نعمل هذه الاشياء نعمل هذه السايكل كلها في كل بيشنت. طيب نجي للمعلومه برضو الاهم بالنسبه لاغلبكم الكريكولم او المنهج حقنا احنا كيف ايش ندرس خلال السنتين في الكليه. زي ما ذكر محمد السنه الجايه ان شاء الله هتبدا تطبيق الثلاثه اترام فما عندي علم كيف حيكون تخصصنا واعتقد اغلب الشباب برضو ما هم عارفين كيف حيكون التركيب. خلال السنه الثالثه في الترم الاول هتدرسوا اساسيات التخدير الانستيزيا فاندمنتالز بعدين انستيزيا اكويبمنت هتدرسوا اشهر الادوات اللي ممكن نستخدمها وانستيزيا فارماكولوجي نفس الفارما حقت كوش لا ما هي نفس الفارما حقت كوش حتكون اسهل لانها حتكون مخصصه بس لتخصصنا. وبعدين في عندكم ماده كلينيكال اوبزرفيشن هذه ماده مستشفى عباره عن ساعتين في الاسبوع. نيجي للترم الثاني حناخذ الاير واي مانجمنت خلاص انتم الان عرفتوا الادوات عرفتوا الفاندمنتالز تجوا الان تخشوا ديب شوتر هتخشوا اير واي مانجمنت بعدين هتاخذوا ريسبيراتوري موديول تاخذوا جهاز التنفس بشكل كامل ومكثف تاخذوا كارديو فاسكولار موديول تاخذوا برضه جهاز القلب والرئه الدمويه مكثف وتاخذوا كلينيكال اوبزرفيشن 2 اللي هي ماده المستشفى برضه لكن نفس الشيء هتكون ساعتين في الاسبوع. بعدين في عندكم ريسيرش ميثودولوجي تبدأ تشتغلوا على بحث التخرج حقكم. في الفورث يير سنترال نيرفس سيستم رينال اندوكراين بيدياتريك اوبستريك كلينيكال براكتس الان تغير اسم ماده المستشفى صار اسمها كلينيكال براكتس صارت الان عباره عن اربع ساعات بدل ما هي ساعتين. كل الموديول سواء الريسبيراتوري كارديوفاسكولار سنترال نيرفس سيستم والرينال والبيدياتريك هتاخذوها مكثفه بس مو كامله يعني ما هتاخذوها في كل حذافيرها لا هتاخذوها بس من جانب الانستيزي يعني الانستيزي ايش ياثر عليها وايش يحتاج اعرف انا كاخصائي تقنيه التخدير في هذه الموديولز. الشيء الثاني برضو ابلايد انستيزيا براكتس اللي هو هذا ابلايد انستيزيا براكتس عباره عن كل البلوكات اللي قبل في بلوك واحد. انستيزيا كرايسيس مانجمنت يعلموكم انه لو سمح الله لو صارت مشاكل صارت حاجه كيف تتخطاها. بروفيشنال براكتس ماده المستشفى عليها 6 ساعات. انستيزيا كابستون هي ماده مستشفى برضو عليها 6 ساعات. البروفيشنال براكتس ماده زي الايثكس او الايديوكيشن عندكم ماده اخلاقيات باختصار شديد. طيب البوست جراديويت اوبشنز طبعا احنا تخصصنا عشانه جديد فدراسات عليا في السعوديه ما في برا السعوديه في ولكن في مجالات اخرى غير تخصصنا يعني تاخذها يعني مكمله لتخصصنا لكن ما لها اي علاقه. القطاع العسكري صراحه ما عندي علم فيه حكم اني انا غير مهتم الصراحه فممكن تلاقوا احد ثاني احسن مني يشرح لكم القطاع العسكري. المسار الاكاديمي انك انت تكون معيد هذا لانه تخصصنا جديد ففي كليات ما عندها التخصص ده فودها تفتح لكن ما في احد يدرس فاحنا فتح لنا الباب هذا بان احنا ممكن نرجع المسار الاكاديمي ونكون اكاديميين او معيدين في التخصص او ممكن زي كلياتنا احنا عندها التخصص بس ما عندها ستاف ممكن تفتح لك التخصص انك انت ترجع وتكون معيد. المسار الاكلينيكي طبعا في المستشفى رواتبنا تبدا من 8.5 زي اغلب تخصصات كامس
طبعا زي ما قال محمد الرواتب تختلف من منشأة إلى أخرى. الرواتب وزارة الصحة مش زي رواتب وزارة الحرس. أنا ليش اخترت التخدير؟ باختصار شديد أنا اخترت التخدير على الرغبة الأولى. أول حاجة ليش؟ حبي للمجال وحبي لدراسة الفارما، وإنه رغبتي إني أنا أكون معيد. أنا أقدر أكون معيد، بس ليش أروح أدرس طب 7 سنين وبعدين أدرس تخصص وبعدين أضعف أنا عشان أكون معيد؟ طب أنا مديني أروح بسرعة عن طريق التخدير، وأنا أحب التخدير أصلا وأحب الفارما، فهذا السبب اللي خلاني أختار التخدير. في الأخير في الأخير في الأخير في الأخير مرة عشان أحس أني تأخرت عليكم، هذا رقم جوالي إذا كان في عندكم أي سؤال أي استفسار تقدروا تتواصلوا معي في أي وقت، وهذا حسابي في تويتر برضو إذا كان في أحد يتحب يتواصل هناك أكثر، برضو أنا جاهز في أي وقت في أي مكان. يعطيكم العافية وسامحونا على القصور وسامحونا على اللخبطة. شكرا لكم. شكرا لك حبيبي ياسر، الله يسعدك يا حبيبي، بيض الله وجهك، ووفيت ووفيت ما قصرت. طيب خالد جاهز؟ زي ما قلنا بس معلش احنا عشان ضيق الوقت ممكن نترك بس مجال للاسئله، يعني اذا بقي وقت في الاخير او عاد زي ما قلنا اعمل سكرين شوت مع كل واحد مع وسائل التواصل، حاولوا تواصلوا معي اذا عندكم اسئله زياده، فاعذرونا بس الموضوع ده. خالد جاهز؟ واضح الصوت عبد الرحمن؟ اي واضح واضح بيبي. خلاص سوي شير سكرين. تمام. اديت عندك شيء تعرضه؟ يب طيب بس. اوكي. خلاص جاهز. اوكي تمام. خالد تخصص الاسئله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايش عبد الرحمن؟ كنت اقول عليكم السلام عليكم. اوكي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، محدثكم خالد الحليل طالب علوم اشعه في سنتي الثالثه. بدايه خلوني اتناول معاكم اللي هو ويش بتكلم عن تخصصي في عدد من المحاور، اللي هي بدايه انا بعرف لكم ايش هو تخصص الراديولوجيكال ساينس، بعدين بنروح للأكاديميكيز واختصاراً في السالري أند كارير أوبورتونيتيز، وبالأخير إذا في وقت يعني عندنا فترة الأسئلة. طيب بسم الله. اللي هو نبدأ بإيش هو تخصص الأشعة. تخصص الأشعة هو واحد تخصصات كلية العلوم الطبية التطبيقية، يهتم بتدريس أساليب التصوير الطبي لتشخيص الأمراض وكذلك في المساعدة في علاجها، وله كثير أقسام فرعية وهذا من مميزاته، ولكل قسم فيه مميزات واستخدامه وحاجاته. عندنا الإكس راي، عندنا الألترا ساوند، عندنا السي تي كمبيوتر توموغرافي، عندنا الام ار اي، وبرضه عندنا النيوكليير ميديسن راديو ثيرابي وانجيوغرافي وماموغرافي، كذلك عندنا البورتبل إكس راي، وفي مدينة نشتغل في الاو ار والاي سي يو وغيره من كثير. اما بالنسبه لمين هو اخصائي الاشعه، تكمن طبيعة عمل أخصائي الأشعة على الإشراف الكامل على جميع فحوص الأشعة والحرص على أن تكون عملية الفحص منفذة بالكامل مع الأخذ بالاعتبار التاريخ المرضي للمريض. وفي نقطة حاب أنوه عليها اللي هي اسمنا، بليز اسمنا أخصائي أشعة مو فني أشعة، لأن فني الأشعة يتخرج بشهادة دبلوم بعد دراسة سنتين، والفرق كبير بينهم في المعرفة العلمية وكذلك المكانة الوظيفية. فاسمك راح يكون بالمستشفى كراديولوجي تكنولوجيست أو راديوغرافر. طيب خلوني أجاوبكم why did I choose this specialization. فيه من ناحية الأكاديمية، فمجالات إكمال الدراسة العليا متوفرة في كثير من الدول ومنها هنا في السعودية. فآخر معرفتي أنه في 3 جامعات تقدم لكم الماجستير بنفس التخصص، يعني على عكس شوية تخصصات إنه هو لا أنا بكمل بنفس تخصصي اللي هو الراديولوجي. من الجامعات هي جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود وكذلك كلية الأمير سلطان. ثانيا وقت اختيار الرغبات، يعني الحمد لله نزل قرار إنه بيكون تخصص الأشعة في المستشفى إنه بيساعد بنسبة تصل إلى 85%، وهذا شيء أنا بنفسي يعني مع نزولي بتدريب المستشفى لاحظت الشيء هذا، إنه ستاف يعني بشكل كبير مرة إنه قلب سعوديين على عكس اللي قبل.
وهذا يقول بعد الله انه فيه يعني الخيارات الوظيفيه وانه بيكون شيء لنا باذن الله. ثالثا اللي هو العمل في تقريبا كل اقسام المستشفى والمرور بكثير من الحالات المرضيه اللي تزيد من الحصيله العلميه طبعا. واخيرا بيئه العمل اللي ممكن اقدر اقول غرفه خاصه فيك، يعني تقدر تاخذ راحتك فيها، تسوي اللي يريحك فيها. وارشح برضو انه بدون نظر ضيق الوقت يعني انه في تكتبون في اليوتيوب اللي هو ادين راديولوجي تكنولوجيست وبيطلع لكم مقاطع مره كثير حلوه. طيب نجي للاكاديميك ييرز. فبعد كمال سنتين يعني بالتحضير في الكوشر راح تبقى لكم سنتين في التخصص. قبلها في ماده انترودكشن زي ما قال محمد انه بتكون في اخر سمستر من السنه الثانيه. وتخصص الراديولوجي هو واحد تخصصات النظام نظام بلوكات، وهذا شيء من وجهه نظري والكثير يشوفه شيء جميل ومريح ويبعد الضغوطات. زال التركيز على 6 مواد طول السمستر، ركز على 2 أو 3. الحين خلوني امشي لكم على المواد ومده دراسه كل منها بشكل سريع بحكم ضيق الوقت. بدايه السنه الثالثه السمستر الاول زي ما قلنا انه السنه الجايه ان شاء الله بتكون 3 سمسترات، فما ندري عن الوضع بالضبط. بخصوص السمستر الاول بتكون 3 بلوكات، كل بلوك يتكون من مادتين بتختبرون فيها الميدتيرم، تحضرون محاضراتها، وكذلك تختبرون فيها الفاينلز وتقفلونها وتبدون في المادتين الجديده. مده كل بلوك تقريبا بتكون 6 أسابيع. فالسمستر الثاني من السنه الثالثه بتكون على نظام بلوكين، البلوك يتكون من 3 مواد، كل بلوك 9 أسابيع تقريبا، ومعها مادة الريسيرش. بخصوص المواد عندنا الراديشن فيزيكس، تدرسون فيزيكس نفس الكوشة بس بيكون متخصص بالأشعة، راديوغرافيك إكسبوجر اللي هو بنتكلم عن ليه تكوين الأشعة ما تكوين الأشعة، البروسيجر تبدون تخشون في التخصص، راديولوجيكال أناتومي اللي هو بنشوف أناتومي تقريبا، البيسك بيشنت كير هنا بنهتم بأخلاقيات، والكلينيكال براكتيكوم هنا تبدون تنزلون للمستشفى. وكذلك سمستر 2 راديوغرافيك بروسيجر ثاني بس بندخل في المجالات الثانيه مثل الانجيوغرافي والفلوروسكوبي، البروتكشن وهذه ماده مره مهمه لان تبعد كثير من التساؤلات هل الاشعه مضره او لا، فمره ماده مهمه لكل اخصائي اشعه، راديولوجيكال ايميجينج سبيشال ايميجينج بروسيجر هنا بنتكلم عن الانترفينشنال والفلوروسكوبي، كذلك كواليتي مانجمنت والكلينيكال براكتيكوم تنزلون مره ثانيه في المستشفى. فيما يخص السنه الرابعه صراحه ما لي علم كبير فيها بس اعرف لكم ناس اذا حابين تعرفون عنها اكثر افيدكم فيها، بس زي ما اوضح لكم بتكون نفس نظام تسلسل السنه الثالثه، بدايه بالجهاز فيزيائيه الجهاز، بعدين بروسيجر لنفس الجهاز تقدمها للبيشنت، واخيرا اللي هو تنزل للمستشفى. الحين نتكلم عن الجزء الأخير الرواتب طبعاً والفرص الوظيفية بعد التخرج. نفس ما تكلمنا السالاريز اللي هو أخذت هذا الصورة من سال الدكتور عبد الرحمن الفري إنه تبدأ الرواتب تقريباً الراتب الأساسي من 8500 ومع البدلات تقريباً توصل من 10.5 إلى 11,000. هذا بالنسبة للقطاع الحكومي وتختلف من مستشفى لمستشفى ومن قطاع لقطاع. والنقطة الأخيرة هي الفرص الوظيفية. فبعد البكالوريوس يعني يمكن للخريج يدرس الماجستير في أحد أقسام الأشعة، البورد السعودي للأشعة التشخيصية هذا اللي هو تطبق 3 سنين، بعدين تختبر عند نفس القطاع الأشعة وتكون أخصائي أول، العلاج الإشعاعي للأورام، هندسة الطب الحيوي، وبرنامج الحماية من الأشعة. والمجالات كثيرة، فزي ما قلنا المجال الكلينيكي ذكرناه سابقا، المجال الأكاديمي اللي هو شهادتك البكالوريوس تمكنك من العمل في المؤسسات التعليمية الجامعية تحت مسمى المعيد، يعني هذه من أحد الخيارات الجميلة اللي يعني تقطع في الحسبان. كذلك في ستريم 2 زي ما ذكر محمد، العمل في المجال البحثي أيضا أحد المجالات، وأخيرا المجال العسكري كأحد الخيارات الجميلة. فمن الكليات العسكرية اللي ممكن توضع في الحسبان كلية الملك فهد الأمنية، كلية الملك خالد الحفص الوطني، وكذلك كلية الملك عبد العزيز الحربية.
حاب أنوه نقطة إنه كل سنة وسنة تختلف ترى رغبات الكلية العسكرية، أو ممكن السنة الجاية ما في تخصص شيء، السنة اللي بعدها في تخصص شيء، وهذه ختاما أقول لكم شكرا لحسن استماعكم. فمن أصبت فمن الله، وأنا أخطأت فمني ومن الشيطان. ونظرا لذلك الوقت عملت جروب للأسئلة والاستفسارات، فاللي حاب يصور الباركود وراح أكون متواجد الإجابة عن أسئلة إن شاء الله. برضو موجود رقمي وحسابي تويتر اللي حاب يتواصل خاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية حبيبي خلود، ما قصرت وكفيت ووفيت، تخصص جميل ورائع جدا. أتمنى أنكم صورت الشاشة لدى أحد عنده أي تواصل بعدين، وعنده أي أسئلة زيادة يصير يقدر يأخذ أسئلة ترى، بس عشان ضيق الوقت ننتقل دحين لطوارئ. وقلني جاهز؟ جاهز يا حبيبي. يا محمد قلني أبو باراميديكس، يلا ليتس جو. الحين بس أعمل شير سكرين. تمام، انا حقفل المايك من عندي ويصير انت اول ما اعرض السلايدات جو هيد وابدعنا وابهرنا. تمام مبارك. يلا بسم الله. اول شيء السلام عليكم، اهلا بالجميع. معكم اخوكم محمد القرني، طالب سنه ثالثه خدمات طبيه طارئه. في البدايه حاب اقول اني سعيد جدا صراحه بوجود هالفرصه وان اتكلم معاكم، وجينا فرصة نعرفكم بخصوص التخصصات اللي عندنا في كامس. السلايد اللي بعد أبو عتب. في البداية راح أتكلم عن إيش هو تخصص الخدمات الطبية الطارئة. تخصص الخدمات الطبية الطارئة هو تخصص المسؤول عن تقديم رعاية صحية ما قبل المستشفى، ونساهم في علاج المرضى والمحافظة على حالتهم واستقرارهم، ويكون لنا دور في أن نساعدنا ما تدهور أكثر قبل ما ينتقل للرعاية النهائية اللي راح تكون في المستشفى. اللي بعده. طيب، بخصوص الدراسة عندنا في تخصص خدمات الطبية الطارئة، دراسة التخصص حتكون مدتها 5 سنوات زي ما قالوا الشباب، زي ما هو موجود عندنا في أغلب تخصصات الكلية. حتكون أول سنتين كوشط، بعدين هتكون عندنا سنتين في كلية كامس. خلال السنتين هذه راح يكون عندكم مجموعة روتيشنز حتنزلون المستشفى أو راح تنزلون في الإيم ستيشن، وتطبقون مجموعة سكيلز حتكون مطلوبة منكم خلال السنة. وآخر سنة راح تكون هي سنة الامتياز، وقتها إنه تحددون المكان اللي تبغون تطبقون فيه الأشياء اللي تعلمتوها بإذن الله. بخصوص المواد اللي عندنا في خدمات الطبية الطارئة، في البداية زي ما قالوا الشباب في السمستر الرابع حتاخذون مادة اللي هي الانترودكشن تو امرجنسي سيرفيس. حتكون المادة مواضيع راح تتكلم عن البيسك لايف سبورت او الاسعافات الاولية. بعدها راح يكون عندنا اللي هو مادة الكوميونيكيشن، اول مادة في سنة ثالثة راح تتعلمون فيها الكوميونيكيشن والديسباتش وكيف نتواصل مع المستشفيات أو نتواصل مع مراكز الطوارئ في المستشفيات، أو يكون بين التواصل وبين مراكز مثلا مراكز الأخرى زي الهلال الأحمر أو غيرها يعني. فمن أهم السكيلز اللي نتعلمها في التخصص حيكون في بعدها عندنا لوك التروما. التروما راح نتكلم فيها عن الحالات اللي تتكلم مثلا زي عن حوادث السيارات، الحالات الإصابات طلق النار وغيرها. بعدها راح يكون عندنا بلوك اللي هو الميديكال، راح يتكلم عن حالات الصرع، مشاكل القلب، الأمراض المزمنة والأشياء هذه. بعدها راح يكون عندنا اللي هو بلوك الكارديو أو بلوك القلب، راح نتكلم فيه عن أمراض اللي تصيب القلب، كيف نتعامل معها، إيش الأدوية اللي نستخدمها. بعدها بلوك الريسبيراتوري أو الجهاز التنفسي، هنتكلم فيه عن الأمراض اللي تصيب الرئتين وغيرها والأدوية، كيف إيش المانجمنت لكل مرض. بعدها راح يكون في عندنا النيرف سيستم، هذا راح يكون في سنة رابعة، الأمانة ما عندي خلفية كبيرة عنه صراحة. وراح يكون في بلوك أخير اللي هو بلوك الأبيجاينا أو كيف نتعامل مع حالات الولادة. اللي بعد عبد الرحمن. طيب، إيش هي مجالات عملنا في البداية؟ طبعا من مجالات عمل أخصائي الطوارئ اللي هي
الإسعاف مثل الهلال الأحمر أو الإسعاف اللي يكون متواجد في المستشفيات في مراكز الطوارئ. برضه يمدينا نشتغل في مراكز الطوارئ بالمستشفيات نفسها ونشتغل ضمن الطاقم الطبي هناك. برضه في عندنا اللي هو الإسعاف الجوي، ويعتبر من المجالات الجديدة اللي تطبق عندنا، في خطط قاعد تنبني عليه عشان يتم تفعيله بشكل أكثر فعالية. أو زي ما قال الشباب ممكن تكون معيد في الجامعة بحيث أنك تكمل دراسات عليا وتبتعث حساب الجامعة عن طريقها، راح تكون ضمن طاقم التدريس. وأخيراً اللي هو القطاعات العسكرية، لما أنا ما صراحة أنا ما عندي خلفية كبيرة عنه، فممكن تسألون أصحاب اللي عندهم معرفة أكبر بخصوص هذا الموضوع. بخصوص الرواتب طبعاً تختلف من منشأة لمنشأة، يعني ما في شيء ثابت بتكل عليه، لكن فبعض المستشفيات تقريبا نقدر نقول راتب أخصائي الطوارئ يتراوح بين 11 إلى 14 ألف ممكن يوصل تقريبا. طبعا يختلف في حال إذا اشتغلت في مستشفيات خاصة أو إنك اشتغلت مثلا في مستشفيات حكومية، سواء حكومية أو مثلا مثل مستشفى الحرس، أو إنك تشتغل في هلال الأحمر. اللي بعد عبد الرحمن. طيب ليه اخترت الطوارئ؟ طبعا سبب اختيار الأمانة سبب بديهي، واخترته بناء على شخصيتي أنا كمحمد، وكانت من أهم الأسباب وطبيعة العمل إنه غير روتيني والنتجاب لحالات كثيرة من الناس وأنواع كثير، وإن تخصص يمثل خط الدفاع الأول لمعالجة المرضى ولده كبير وفعال في استقرار حالة المريض. اللي بعده يا عبد الرحمن. قبل ما نتكلم في النقطة الأخيرة، في بعض الأسئلة العامة اللي ممكن تراود البعض بخصوص الطوارئ، لأنه كتخصص يعني يعتبر له فروع كثيرة، لأنه في عندنا هو طبيب الطوارئ، في أخصائي الطوارئ وأخصائي خدمات طبية طارئة، وفي فن الطوارئ. راح أوضح تقريبا إيش الفروقات بينهم وكيف طريق ونظام كل قسم منهم. طبيب الطوارئ هو الشخص اللي تخرج بشهادة طب بشري وكمل دراسات في تخصص الطوارئ، يعني درس 7 سنوات طب بشري بعدين تخصص دقيق في الطوارئ. بخصوص أخصائي الطوارئ والخدمات الطبية الطارئة اللي هم حنا عندنا في الجامعة، دراسة 5 سنوات تتخرج بشهادة البكالوريوس. وفي فن الطوارئ، فن الطوارئ هو الشخص اللي يدرس 3 سنوات يتخرج بالدبلوم. طيب إيش الفرق بينه؟ إيش الفرق بينهم؟ طبيب الطوارئ هو المسؤول عن مراكز، ويكون هو الشخص الموجود في رأس الطوارئ بالمستشفيات ويتعامل مع حالات الطبية اللي توصل للمستشفى. بالنسبة لأخصائي الطوارئ وأخصائي خدمات طبية طارئة، المهنة الأساسية لنا واللي نلقى فيها كامل الصلاحيات إنه نطبق كل شيء تعلمناه، إنه نشتغل خارج المستشفى، وإنه نقدر نعطي أدوية ونتعامل مع الحالات الحرجة وغيرها. بخصوص فن الطوارئ، فن الطوارئ يساعد المريض كبيسيك لايف سبورت، ما يعطي أدوية، والحالات اللي يتعامل معها محدودة. في الختام لضيق الوقت يعني، نتمنى لكم التوفيق جميعا، والله يكتب لكم اللي فيه خير، نتمنى نشوفكم في أكبر مناصب. وزي ما انتم شايفين هذا حسابي ورقم جوالي معروض أمامكم، أي وقت أنا موجود لخدمتكم بإذن الله، والله يوفقكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية والله يا أبو حميد، الله يسعدك، ما قصرت والله، كنت وفيت تخصص جميل ورائع جدا. مين بعده عنده علاج وظيفة؟ أحمد عبال، يصير اللي بترفع سلايدات، واللي ما أخذ سكرين شوت أو يحب يأخذ سكرين شوت عشان يصير أي تواصل أو أي سؤال بخصوص الخدمات الطبية الطارئة يقدر يأخذ سكرين شوت. الآن جاهز أحمد؟ أيوة جاهز. يلا أعمل شير سكرين.
احنا بنتكلم شيء بس عشان تطلع لي عشان اعطيك افتح لك الدنيا. ما اقدر انا اعرض، ما عندي صلاحيه اني اعرض. خلاص خلاص فكر شو كنت تكلمت عشان ابغى ادور عليك. خلاص الحين تقدر ترفع. طيب تشوفون السلايدات؟ اي خلاص واضح السلايدات. تمام. احمد وياد العلاج الوظيفي تفضلوا. اخر تخصص خلاص. طيب السلام عليكم، معكم احمد الاحمدي، طالب علاج وظيفي سنه ثالث. انا وياد حنشرح عن تخصصنا بشكل مبسط وعن مجالات العمل. طيب اول شيء ايش تعريف العلاج الوظيفي؟ العلاج الوظيفي عبارة عن يركز العلاج الوظيفي على مجموعة متنوعة من الأعمال التي يقوم بها الناس في جميع الأعمار، وأهميتها الأداء الوظيفي للإنسان وشعوره بالانتماء الاجتماعي ورفاهيته. بعبارة أخرى العلاج الوظيفي هو التدخل العلاجي الذي يهدف إلى السماح لكل شخص في أن يمارس مقدرته الوظيفية والعمل بشكل مستقل قدر الإمكان. طبعا إيش الخلاصة من ذا الكلام؟ أنه العلاج الوظيفي عبارة عن أحد التخصصات الطبية المساندة، يعني تابع لقسم التأهيل زي العلاج الطبيعي إذا قد سمعتوا عنه، أو اللي هو Speech Language Pathology كمان برضو. تركيزنا هو على الوظائف اليومية اللي يسويها الشخص وكيف يكون مستقل في حياته اليومية، سواء تعرض لإصابة أو 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 كان يعني عنده إعاقة دائمة من يوم ما ولد. طيب طبعا التخصص 5 سنوات، سنتين تحضيري وسنتين في كامس وسنة امتياز. الشيء الثاني اللي هو ليش اخترت التخصص؟ طبعا التخصص فيه له استقلالية، أخصائي العلاج الوظيفي عنده الحرية أنه يسوي تدخلات العلاجية بشكل كامل للمرضى بمجرد ما أنه يجيله الريفيرال من الطبيب. هو ما يعتمد على مثلا يعني أحد أنه يكون فوقه، هو اللي يختار إيش يسوي من تدخلات علاجية كاملة، سواء التمارين اللي بتكون يعني في السيشن نفسه، عدد السيشنات، ايش ممكن يسوي تمارين يعني بيشنت نفسه في البيت. برضو ممكن نسوي له سبلنتس اللي هي النوع من انواع الجبائر تتسوى كذا له بحيث انها تخفف من الاصابه. والشيء الثاني اللي هو انه ذا التخصص يجمع بين الكرياتيفيتي والعلم، بحيث انه نحن نركز على كيف انه الشخص هذا يرجع لحياته الطبيعيه، وكيف ذا الشخص يعني يكون مستقل بشكل كامل في اداء وظائفه اليوميه، وانه يمارس هواياته، بس بنفس الوقت لازم تكون على اساس علمي، لازم تكون يعني حاجه مبنيه على شيء علمي. ف يعني هو تقريبا التخصص الوحيد الطبي اللي يجمع بين دول الشيئين يعني اللي هي الكرياتيفيتي والعلم. برضو كمان انه تخصص جديد فمجالاته مره واسعه، يقدر الشخص يفتح انواع جديده من العيادات لسه يعني ما هي موجوده هنا في السعوديه. برضو كمان المجال التعليمي سهل، في جامعات لسه الحين قاعده تفتح ذا التخصص فيحتاجوا دكاتره. برضو كمان يعني دخول مجال ابحاث يعني حيفيد الشخص كمان، بحيث انه في اشياء كثيره لسه ما تطبقت عندنا ولسه ما في وعي كافي تجاه ذا التخصص. فيعني الشخص اللي بيخش مجال ابحاث سهل عليه انه يطبق اشياء كثيره يعني موجوده برا لسه ما طبقت عندنا في السعوديه. طيب طبعا عندنا التدخلات العلاجيه، عندنا نوعين من انواع التدخلات العلاجيه. معروف انه العلاج الطبيعي تدخلاتهم العلاجيه تكون انه نحن نسوي تمارين للمريض بحيث انه يرجع بعد مثلا نقول 8 جلسات يرجع يعني لحالته الطبيعيه، انه خلاص يكتسب مثلا تروح الاصابه او خلاص يكتسب اللي هو يعني مثلا القوة العضلية أو strength. عندنا نحن لا، إذا كان الشخص مثلا تعرض لحادث، صار له كسر، صار له ضمور في العضلات، صار له أي حاجة نحن ممكن نعالجها، نحن حنقدر نعالج ذا المريض ونرجعه لحياته اليومية. لكن إذا كان الشخص يعني تعرض لحاجة ما يمدينا نغير فيها شيء، زي إنه يصير له بتر، زي إنه يصير له مثلا اللي هي إصابة في العمود الفقري مثلا، يصير له كذا يعني حالة دائمة يعني permanent injury، هنا نحن ما حنقدر نعالج المريض بس حنقدر نكيف البيئة يعني بما يتناسب مع حالة ذا المريض.
نقدر نغير الطريقة اللي هو يسوي فيها الأكتيفيتيز أو الوظائف، نقدر نغير البيئة شوية اللي حوله عشان نقدر إنه خلاص يتكيف معاها. يعني في النهاية نحن هدفنا الأخير يكون استقلالية المريض سواء في بيته أو في عمله أو في أي شيء يعني هو يسوي. طبعًا المرضى عندنا يعني كل الأعمار، أطفال في المدارس، كل حاجة يعني. فعندنا النوع من الأبروتشز أو التدخلات توب داون هي اللي إذا كان المريض يعني ما يمدينا نعالجه، بس نحن نبي نكيف البيئة له. طبعا جايب عندها مثال اللي هو اذا شخص مثلا سوى حادث وصار له سباين كورد انجري، بس هو يعني لاعب كره سله، فهو يبغى يستمر بانه يلعب كره السله، فممكن انه يعني عن طريق اللي هو يعني نبدا ندربه على موضوع اللي هو الويل تشير، ويصير يشارك في بطولات يلعب فيها كره سله بويل تشير. اذا كان بوتم اب مثلا، شخص يكون صار له كسر في اليد وحط كاست او جبيره لفترة، فصار له في ضمور في العضلات، فنحن نسوي له تمارين إلين بعد مثلا 6 أسابيع خلاص ترجع يده بشكل طبيعي ويقدر يرجع يلعب يعني كرة السلة. طبعا خوي إياد حيكمل معاكم اللي هو المجالات العمل أو فين نحن ممكن نشتغل. السلام عليكم. أدورنا في تخصص العلاج الوظيفي هيكون في المستشفيات ومراكز التأهيل والمدارس والبيت، ده حين أشرح لكم بالضبط كيف، والاستشارات. أول شيء في المستشفيات حيكون دورنا للحالات الحرجة والغير حرجة، مثلاً ممكن تكون للناس اللي عندهم غيبوبة في المستشفى، ممكن يصير لهم شلل في نص الغيبوبة أو حاجة، ففي بعض أنواع السبلينتس تكون يدهم في حالة طبيعية عشان لما يصير لهم حاجة لا سمح الله تكون يدهم في حالة طبيعية. وتاني حاجة اللي هو في مراكز التأهيل، تقريبا دوره نفس دورنا في مراكز التأهيل، حيكون تقريبا نفس دورنا في المستشفى، ولكن حيكونوا اوت بيشنت، فحيجوا المرضى حيجوا من برا المستشفى ونسوي لهم خطة علاجية على حسب نوع المرض اللي عندهم أو الإصابة، أو ممكن تكون بعد عملية جراحية أو حاجة. ثالث حاجة دورنا في المدارس، دورنا في المدارس لسه ما هي موجودة في السعودية، فهذا شيء جديد حيكون، ودورنا في المدارس يركز على الطلاب وتعزيز أدائهم الوظيفي عشان يقدروا يكملوا تعليمهم لو كان عندهم صعوبات تعلم أو تواصلهم مع الطلاب الآخرين. ودورنا في المنازل بعدها أو في البيوت يعني حيكون تكييف أو تعديل البيت لتسهيل أو لجعل المريض يعني ما يتعب في بيته. مثلاً الشخص اللي يستعمل ويلتشير أو يعني يكون مثلاً نحسن بيته من ناحية إنه ما يتعب في بيته، من ناحية الجلالة أو الفرشة اللي في الأرض، أو من ناحية الضيق في الممرات. وآخر شيء معانا في الاستشارات، عملنا في الاستشارات حيكون للشركات أو الشركات اللي تسوي أطراف صناعية أو تسوي كراسي متحركة، إنه يسألونا أو يعني يكون الأخصائي متوظف عندهم عشان يسألوه ويستشيروه في موضوع الأجهزة هذه، وشركات الرغبة إنهم يوظفوا ناس عندهم disability أو يعني عندهم إعاقة، إنهم يأخذوا رأي الأخصائي العلاج الوظيفي عشان يهيئوا لهم بيئة العمل المناسبة لهم. أحمد اللي بعده برضه. طيب الرواتب نفسها زي ما قالوا زملائي في التخصصات الثانية، تبدأ من 8500 مع البدلات توصل 10000، وتختلف طبعا من كل مكان لمكان، وطبعا حيكون
طيب إياد قطع صوته، شكله ما حيقدر يكمل. تمام، أنا حكمل جزئية. الرواتب زي ما قالوا 8600 الأساسي، بعدين يعني مع البدلات ممكن توصل إلى 10000، وتعتمد على المستشفى طبعاً. وفي الـ في الـ في المراكز أو المستشفيات الأهلية حيكون طبعاً أقل من كده. برضو زي ما قلت قبل كده إنه في عيادات تأهيل لسه ما تطبقت عندنا أو ما تسوت، فممكن الشخص يأخذ الموضوع كبزنس إنه يفتح عيادة معينة مثلاً هاند كلينكس أو غيرها، ويب ويأخذ الموضوع كبزنس يعني. في النهاية medicine adds days to life while OT adds life to days. Thank you for listening. عند هذا الجروب مسوينه نحن بحيث إنه إذا عندكم أي استفسارات زيادة تقدروا تسألوني أنا وإياد ودفعتنا كمان، وهذا حسابي في تويتر. شكرا. هيك مرة شكرا أحمد وإياد، الله يعطيكم العافية. جماعة اللي بده الحين يعمل سكرين شوت هذا جروب، يجمع الناس المهتمين في التخصص، إذا أحد عنده أي سؤال زيادة بعدين أو أي حاجة حيكون المجال مفتوح هنا بإذن الله، فخذ سكرين شوت استفيد منه. طيب الله يعطيكم العافية. هنا كده خلاص إحنا المفروض غطينا كل التخصصات الموجودة في كلية العلوم التطبيقية لفرع جدة للميل، بس في ميل لهم لقاء آخر حيبدأ بعد شوي بإذن الله، وهم وتخصصاتهم إنه عندهم كمان تخصصات مختلفة شوية. ممكن الآن بس كده نعطي وقت شوية كده دقائق، أي حد عنده أي سؤال يرفع يده، أو قبلها أي أحد من البريزنترز اللي كانوا موجودين من فريق التخصصات أي حد عنده حاجة على السريع يضيفها يقولها، عشان عدلتكم مناسب والله بس عشان الوقت. بس أي أحد، محمد، آسر، أنا عندي حاجة أقدر، معلش عندي حاجة تضيفها البريزنتيشن حقنا. بالنسبة للموضوع إياد ذكر نقطة عن المدارس إنه نحن لسه ما بدأ يعني ما طبق الموضوع عند السعودية، عندنا يعني في السعودية. لا هو طبق بس لسه بشكل بسيط مرة، يعني الحين في مدارس انترناشونال صارت توظف أخصائيين علاج وظيفي، وفي بعض المدارس يعني بدأوا يركزوا على اللي هو صعوبات التعلم وكمان أخصائيين علاج وظيفي، بس هو لسه شيء مرة جديد. تمام الله يعطيك العافية. ملفي تفضل. السلام عليكم. عندي سؤال لمحمد القرني اللي هو في قسم الطب الطوارئ، كيف الدراسة حق الطب الطوارئ؟ بلوكات ولا نفس الدراسة الترم الأول اللي هو تراكمي كله؟ كيف هي نظام الدراسة يا أبو محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخصوص الدراسة عندنا في الخدمات الطبية الطارئة، الدراسة راح تكون بلوكات، تقريبا كل بلوك راح ياخذ من 5 إلى 7 أسابيع تقريبا، وتقريبا حتختبر فيها ميد وفاينل لكل بلوك بس. إذا أي شخص عنده أي سؤال بخصوص الطوارئ برضو موجودين ترى، خذ راحتكم. عبد الحكيم، هذا عبد الله عبد الله الحكيم. السلام عليكم. سلام الله كريم. عندي سؤال لك عبد الرحمن، الحين المحاضرة هذه هتكون مسجلة لأن تقريبا أول 10 دقائق ما حضرت حق العلاج التنفسي، هل هتكون مسجلة يعني؟ كبدالي إن شاء الله بعد ما خلص حنلقى الريكوردين، بس تعرف في بعض الأحيان يعني ما يخلي نحفظ الريكوردين، بس إذا حفظ أكيد نرفع إن شاء الله. الله يعطيكم العافية، شكرا. مهنا. معلش مهنا، معلش مهنا، بس أبدأ بس بقول نقطة كده قبلك، معلش سامحني. عبد الله، في أي وقت تحتاج أي معلومات عن التخصص سواء نحفظ الريكوردينج ولا لا، أتوقع في من زملائك اللي سجل اللي صور الشاشة حقت معلومات التواصل حقتي، وفي أي وقت أرحب فيك، أعطيك العافية وأعتذر الله على المقاطعة. تفضل مهنا. أخي أحلى مقاطعة الله. الله يسعدك. سؤالي للعلاج الوظيفي تحديدا في جهة المدارس، ايش فرقه عن التربية الخاصة؟
طيب العلاج الوظيفي هو التربية الخاصة فكرتها للطلاب يعني تركيزهم يكون على الدراسة نفسها، فهمتني؟ لكن العلاج الوظيفي لا، مو يعني مو مقتصر على شيء واحد. نحن في النهاية هدفنا الأساسي إنه الطالب يكون يعني عنده استقلالية تامة، فهمتني؟ بالوظائف اليومية. فإذا كان الطالب مثلا يعاني من مشكلة، المشكلة هذه يعني ممكن تسبب له صعوبة في الدراسة، ومو بالضرورة يعني إنه تكون صعوبة في الدراسة، ممكن يكون إنه الطالب أصلا مو قادر يكون يعني فعال في المدرسة، مو قادر يشارك في الأكتيفيتيز اللي موجودة في المدرسة، مو قادر إنه مثلا يعني يلعب مثلا مع أصحابه ويروح ويجي ويسوي وظائف يومية. في أحيانا يكون الطالب مثلا عنده يعني زي ما يقولوا إعاقة مثلا، ويكون المدرسة نفسها فيها دمج عادي، يعني في طلاب مثلا بويلتشير يعني يدرسون مع الطلاب الثانيين. فذا الشخص يجي له شيء اسمه اللي هو السوشيال ديبريفيشن، which is زي ما يقولوا انه عزلة اجتماعية، يحاول يبعد نفسه عن الناس، يحاول انه مثلا يعني هو مو قادر يسوي الوظائف زي الطلاب الثانيين، فيحس انه هو اقل منهم. فنحن نحاول ايش يعني بغض النظر عن العلاقة اللي انت يعني اللي عندك او المرض او الحالة، كأننا قاعدين نعطيهم زي ما يقولوا يعني equal opportunities. يعني نحن نركز في النهاية على الوظيفة، على الأداء الوظيفي، يعني إنه الشخص يكون في النهاية مستقل وقادر على إنه يعني يسوي، فهمتني؟ يعني كل وظائفه اليومية اللي موجودة في المدرسة طبعاً. فبس لكن التربية الخاصة بس تركيزهم على الدراسة، إنه الشخص لازم، فهمتني؟ لازم يعني بس الدراسة، ما يخرجون عن ذا الشيء. ففي النهاية أصلاً نشتغل يعني مع بعض، يعني في أمريكا الموضوع زي كذا، إنه ما يكون بس أخصائي علاج وظيفي، يكون أخصائي علاج وظيفي وفي أكثر من تخصص موجود، فيشتغلوا كتيم يعني كلهم يعني مع الطالب ده، فهمتني؟ وبس. مشكور وما قصرت حبيب. تمام، ناخذ واحد بس سؤال أخير، إذا أحد عنده أي سؤال يرفع يده. كمان 15 ثانية. تمام، أتوقع كذا ما حد عنده سؤال زيادة. زي ما قلت لكم، أي حد عنده أي سؤال لأي تخصص محدد، يعني وسائل التواصل مع كل تخصص كانت متوفرة، وأتمنى أنكم صوتوا الشاشة. إذا ما صوتوا الشاشة أكلموا زملائكم يسألكم، هي إن شاء الله حتقدروا توصلوا لها. الله يعطيكم العافية. يا رب نحن كنا خفيفين ولطيفين عليكم، وقدرنا إنه إحنا يعني نساعدكم ونفهمكم جمالية التخصصات هذه وروعتها. وفي نقطة ورسالة بس أحب أوجهها في الأخير، يعني كثير أمانة عشان إحنا دائما صريحين ودائما كده حبين دائما مع بعض. أغلبية الناس اللي بيجون كانوا بنسمعهم، وكان اللي شرحنا بنجيهم هي كانوا بيقولوا يا يعني إحنا ندخل طب يا يعني إحنا نسحب، تمام؟ لكن لازم تعرف إنه حتى في ناس رغم إنهم هم يجيو معدل اللي دخلوا طب، رغم هذا دخلوا كلية علوم تطبيقية لتخصصاتها، لأنه هم عارفين ايش هدفهم، عارفين ايش خطتهم، عارفين ايش هي هذه التخصصات وكيف وضعها وكيف امورها. يجيك واحد يقول لك انا ما بدرس كل السنين هذه، انا اقدر اخلص بدري، وانا اقدر اشتغل مثلا اخصائي في المجال المعين، وفي نفس الوقت اقدر ادخل السلك التعليمي واكون مثلا معيد في شيء، فيكون شغلتين ومرتاح ودوام افضل بكثير واريح بكثير وتخرج اكثر بكثير. وايضا بعض الاحيان الشغله نفسها اصلا تكون محبه للشخص، وفرص وظيفيه بعضها قد تكون افضل بكثير من المتوفر، وفي تعطش للتخصصات هذه ولها مستقبل مره كبير. فزي ما قلنا، هذا هدف انه يوعيكم اكثر، وانه انتم تكونوا بعقل متفتح تفهموا هذه التخصصات اكثر، وبناء بعد ما انتم تفهموها تشوفوا وتحددوا بناء عليها ترتيب تخصصاتكم. والله يوفقكم يا رب ويسهل لكم الامور ويكتب لكم الخير ايش ما كان في المكان يا رب. هذا هو خاص ختام. الله يعطيكم العافيه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والله يوفقكم يا رب جميعا. فما الله.